لان باقي ما كايناش المواجهه ديال الاطراف، باقي الاستماع ديال كل طرف وحده، وبالتالي لم نطلع بعد على الاقوال ديال المتهمين، الشخصين المتهمين، كنت كاين شي واحد قريب ديالها، ولكن سمعنا الاقوال ديال الاب، والاقوال ديال الاب هي الاقوال اللي كنا كاملين دائما انهم يدخلوا الغرفة وقال ديال الشهيد هم وجدوا ابنهم اللي هو مقتول، وبانهم ما كيعرفوش بان الابن ديالو عنده شي عداوه مع اي شخص، ولا عنده شي انتقام او شي حاجه من اي شخص، ولا اي حاجه التي تبرر هذه الجريمه. كاين موعد اخر جلسه اخرى في الاسبوع القادم، ربما تتم المواجهه، ربما تتم المواجهه خصوصيا كواحد متبع العائله وحاضر انتم يلاه دابا تسالات وكيهضروا على التهم جات والتحقيق باقي. فوقاش كتصدر التهم منطقي ولوجيك الانسان اللي طال الاخبار تصدر التهم بعد انتهاء التحقيق، الان باقي جلسه التحقيق، واش غنصدقوا التهم مع التحقيق؟ راه المفروض قانونيا التحقيق اولا ثم بناء على التحقيق وخلاصه التحقيق نصل الى اصدار التهم والى تعيين المتهمين، واش واحد واش جوج ولا ثلاثه. خاص انا نداء الوسائل الاعلاميه انها تثبت من اي، لان الراي الحاله فيها راي عام وطني وفيها القلب ديال العائلات، كاينه عائلات ما كاينش عائله وحده، كاينه عائلات شفقه ورحمه بالعائلات. منين نخرجوا شي خبر؟ نخرجوا خبر الله يعطيكم السر اللي هو اكيد، لان قبيله كطالع على واحد مصدر ما نسميهش، باقي التحقيق ما كاينش، باقي ما كاينش الاستماع، وكيقولوا راه تم الاستماع لكذا وتم الاستماع لكذا. حنا مفتوحين على الاعلام، ذلك كطالبوا حنا موجودين، ما نقول كل شيء، ولكن عندما نصل الى شي حاجه الان كما قلت لكم تم الاستماع، يلاه هذه تقريبا دابا شحال الخمسه قلقسم، يعني راه حنايا هنايا من 10 الصباح حتى لدابا الخمسه قلقسم، الا كاين مباشر تم الاستماع لهم جوج موكل الملك ومقاضي التحقيق، وهذه تقريبا واحد 10 دقائق بالسهله، ومشى لجلسه ثانيه في الاسبوع القادم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.